العلاقات الجيده مع الناس بتتم من خلال صفات، اولها التعاون. والحبيب عليه الصلاه والسلام هو يعني رائد التنميه البشريه، قال كان الله في معناه، فيما معناه كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ويحضرني الحقيقه قصه دلوقتي، يروى ان شيخا اراد ان يعرف الفرق بين السعداء والتعساء، فسال حكيم صيني وقال له هل اخبرتني عن الفرق بين التعساء والسعداء؟ فاخذوا على قصر كبير جدا به موائد عليها اطيب انواع الطعام. وجد ناس اناسا موجودين كل واحد فيهم معاه ملعقه طولها 4 امتار، الا انهم في قمه التعاسه ومش عارفين ياكلوا بسبب الملعقه دي. فقال له انا كده عرفت التعساء، انا عايز اشوف التعساء السعداء. فاخذوا على قصر تاني وبرضه نفس الاشخاص تانيين كل واحد معاه ملعقه طولها 4 امتار، بس المره دي الحقيقه هم عارفين ياكلوا وسعداء جدا. تفتكروا ايه السبب؟ يعني هم المره دي عارفين ياكلوا برغم ان هي نفس مشكله الملعقه وسعداء جدا. المره دي اللي حصل ان كل واحد فكر في اللي جنبه، تعاون مع اللي جنبه، بالتالي حط الملعقه في بق اللي جنبه. المجموعه الاولى كان كل واحد بيفكر في نفسه فقط، لذلك هو عجز حتى انه يسعد نفسه هو. تاني صفه المرونه، كلما كنت مرن كلما كنت اكثر. طب خلينا قبل ما نتكلم عن المرونه، يعني المجتمع احنا بنعيش في مجتمع فيه افراد، فممكن يكون في افراد مش متعاونين وافراد متعاونين. عدم التعاون من الافراد دي ممكن يخليني انا مش سعيد. انا اتعاون، انا اللي ابدا بالمبادره، انا اللي عايزه امشي على خطى الحبيب عليه الصلاة والسلام. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون. يعني انا ابدا بنفسي وماليش دعوه بالناس. ابدا بنفسي وماليش دعوه بالناس.